من دبي محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع للحديث عن تطورات العملات الأجنبية والنفط أيضا. أهلا وسهلا بك لينا معنا. إذا لينا نتحدث اليوم عن تذبذب في العملات في الأجنبية بشكل عام، نتحدث عن ارتفاع في اليورو ومقابل انخفاض في بقية العملات بشكل عام، أيضا ارتفاع في الين. مرحبا بك. بداية، بالفعل هناك تذبذب مؤشر الدولار الأمريكي اليوم على استقرار. طبعا تلقى الدعم الدولار الأمريكي بشكل عام من تجديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار فائدة، أنه متوقع أن يكون بعد تقليص برنامج شراء السندات البالغ 30 مليار دولار شهريا أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة حسب الدوت بلوت 3 مرات خلال العام المقبل بعد نهاية مارس، خصوصا تصريحات من أعضاء الفدرالي الأمريكي أحد الأعضاء يتوقع أن رفع أسعار الفائدة في مارس. لكن ما يثير القلق بالنسبة للأسواق هو انتشار أوميكرون في دول العالم، في عدد من الدول الأوروبية، في بريطانيا في تزايد عدد الحالات، وخاصة عم تضاعف عدد الإصابات بأكثر 5 مرات أكثر من متحور دلتا، المخاوف من إغلاقات اقتصادية، هولندا عم تدخل إغلاق اقتصادي، وأيضا ما يضعف الأسواق بشكل عام هي أنه قانون البنية التحتية التي أقره جو بايدن ب 1.9 تريليون دولار يتلقى ضربة قاسية من أحد السيناتور الديمقراطي الذي لا يرغب بالتصويت، وهو الموجه للإنفاق والبنية التحتية، موجه لتغير التغير المناخي، وأيضا المتوجه للإنفاق وأيضا زيادة الضرائب، فعم تتلقى ضربة قاسية، فهذا أثر بشكل عام على أسواق الأسهم الأمريكية. فنشاهد اليورو أيضا بعض الارتفاعات، وهذا ما يعني بعد تقرير البنك المركزي الأوروبي يعني بأنه ممكن يكون في إنهاء لبرنامج شراء الطوارئ البالغ 1.85 تريليون دولار بنهاية مارس، فبالتالي عم نشوف أنه يعني أعطى بعض الدفع أنه في نمو اقتصادي، خاصة نحن عم نشوف أنه بيانات كانت إيجابية من أسعار المنتجين بألمانيا، ما زال هناك في تضخم مرتفع، لكن يعني نبرة البنك المركزي الأوروبي تغيرت، لكن ارتفاع عدد الإصابات، عدد من الدول الأوروبية عم تواجه، لنرى يعني ما راح نقول انه ما في ضغط، راح يكون في ضغط على العملات نتيجه انه ما عم نشوف اسا تاثير مدى الانتشار وكيف راح يكون عدد الاغلاقات الاقتصاديه في العديد من الدول الاوروبيه، هل راح تستمر الاغلاقات وخاصه بعد توجه هولندا الى الاغلاق التام. نعم لينا، البنوك فعليا البنوك المركزية في الأوروبية والأمريكي، أيضا البنك المركزي الأمريكي، أيضا الفد، نتحدث عنهم بأنهم أخذوا القرارات بالفعل، ولكن الارتجاج أتت إلى العملات بشكل عام. من نتوقع أن يبقى يتذبذب أو يتجه إلى الانخفاض مقابل الإصابات وأيضا هذه القرارات بشكل عام؟ هناك عملات بحد ذاتها؟ نعم، بالنسبة يعني ممكن نقول بهالفترة نحن نشوف كيف أنه هناك الباوند عم نشوفه تراجعات يعني أو ضعف في الباوند، رغم أنه سياسة البنك المركزي اتجهت لسياسة البنك المركزي بنك اوف انجلاند انه اتجه الى سياسه تشدديه برفع اسعار الفائده، نحن نتحدث عن 15 نقطه اساس، هذا بيأثر على الجنيه الاسترليني بيؤدي الى ارتفاعات، لكن ما يثير المخاوف من اوميكرون وارتفاع عدد الاصابات، يعني ارتفاع وتيره الاصابات بانجلترا يختلف عن باقي الارتفاعات في الدول الاخرى من العالم، في بريطانيا وربما خصوصا نحن مقتربين على عيد الميلاد وفتره الاعياد تكون أحجام التداول بشكل عام ضعيفة، وخاصة أنه في يعني وزير الصحة البريطانية عم بيحكي أنه ممكن يكون في عدد من الإجراءات التشددية في بريطانيا قبيل عطلة عيد الميلاد، فهذا عم بيثير مخاوف وعم بيضغط على الباوند. الدولار يعني بشكل عام يعني ما زال هو يعني يتمتع بربما أكثر من غيره، ربما نشاهد عليه ارتفاعات مؤشر الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة إلا إذا حصل
انطلاقات اقتصادية أكبر، فهذا سيؤثر ويكون يستفيد من ذلك السلع وليس العملات إذا كان في إغلاقات اقتصادية أكبر واسعة وتسارع مسيرة انتشار أوميكرون حول العالم. نعم لينا أيضا يعني من العملات أيضا القريبة على الأردن والتي تهم الأردنيين بشكل عام هي الليرة التركية، ماذا حدث وما هي آخر التطورات على الليرة التركية؟ والله الليرة التركية يعني متواصل نزيف الخسائر وانهيارات في الليرة التركية، نحن نقترب يعني من مستويات دولار مقابل الليرة التركية، نتحدث عن فوق 17.5% تقترب من مستويات 18، وربما نتوقع المزيد من الخسائر. يعني سياسة رئيس التركي رجب طيب أردوغان هو حول خفض أسعار الفائدة، ويقول بأنه تم خفض التضخم بنحو 4% من قبل، وهو يتوقع أن يكون هناك انخفاض للتضخم. نحن ننسى التضخم في تركيا الآن وصل إلى 21%، يعني هذا ما يثير الشكوك، ربما نتوقع أنه يصل إلى مستويات أكثر من ذلك، نتحدث عن 30% ربما أنه يكون في وصول هذا التضخم، وعم نشوف كيف عم يخفض أسعار الفائدة، فسياسة تتجه لتشجيع الاستثمار، لتشجيع التنافسية، لتشجيع أنه كل ما كان في خفض لأسعار الفائدة هذا بيخلي انه بيشجع الاستثمار وبيأثر على النمو الاقتصادي وبيخلي انه النمو الاقتصادي التركي يتعافى. فانا اتوقع انه مزيد من التضخم، مزيد من الخسائر في الليره التركيه، سوف تتطال الليره التركيه رغم تدخل البنك المركزي التركي عده مرات لمنع انهيار العمله التركيه، لكن لا فائده بما انه اتجاه الرئيس التركي ما زالت حول خفض اسعار الفائده، وهو يراها سياسه مناسبه لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في تركيا. لا ننسى أنه قوة الدولار الأمريكي عم تلعب، لكن الظروف الحالية هي عم تخلي أنه في تذبذب، وكل ما كان في قوة في الدولار الأمريكي هذا راح يأثر أيضا على الليرة التركية. نحن نتحدث عن أسباب داخلية وأسباب خارجية. الدولار الأمريكي رغم أنه توقعات من جولدن ساكس أنه النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية خفض توقعاته يعني ب2%، أو ربما رفض خطة جو بايدن هذا يقلل من رفع أسعار فائدة لهالسبب، ونشوف مؤشر الدولار الأمريكي عم يتراجع، لكن هذا على المدى القصير، يعني لم تتضح الرؤية بعد ذلك حتى نحدد اتجاه الدولار الأمريكي إلى أين. فكل ما زاد قوة الدولار الأمريكي هذا أيضا بيأثر على الليرة التركية وبيخلي المزيد من الهبوط والانهيار. نعم لينا، وأيضا كما ذكرتي في فترة الأعياد وهي الفترة المقبلة سيكون هناك تذبذب وأيضا غياب للمعلومة بشكل عام، خاصة في تقريبا وجمع إغلاقات في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم في العطلة التي تعم في الولايات المتحدة الأمريكية، في فرنسا، في ألمانيا. نعم صحيح من دبي محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع، كنت معنا، شكرا على هذا الشرح الوافي.